يمكن تطبيقها على الواقع لأنه مجموعة من الأوراق التي تعقد كل شهر كل سنة، ولكن للأسف تعاطي الصحافة الإسبانية لجميع القضايا ديال المغرب نفسه يعني ما تغير شيء. معناه أن ما تغير شيء نحن كصحفيين أو بالنسبة لهذه الندوات ما نجحت شيء، هذه اللقاءات ما عطاتش الديال. فاحنا هنا غنبداو صفحة جديدة. هناك إسبان من مجموعة من المغاربة الإعلامية اللي عندهم ست ديالهم في إسبانيا، فنحاولوا ما إمكان أننا يكونوا لك تبادل من جهة الرأي والنظر وكذلك تجارب وخبرات. بالإضافة إلى التناول ديال الصحافة الإسبانية لقضايا المغرب، فإحنا كصحفيين